اشهد ربي تبارك وتعالى وريسي لي ابن من انت وريسي لي لاصنك ولا من يتوالد اوهو ليس العمل الصالح انك عجبتك هاي الحسنات السيئات هو ده قال العمله العمله الغين هي قاتني الحسنه لمس السيئه انا في خصها الدنيا كي تخدم تمس الحسنه السيئه غير اللي غرات دي داويت توكت الحسنات اسي خصها كي تخدم وكان غير نرزمي على القوس تي توكت يعني استشعار المساله خصها تسمع هكما انا في المثال مقابله رياضيه مقابله في كره القدم يعني ورا نسولف ما زي قمرنا هذا ولا غادنا رمضان ولا أو أنا نسأل في مقابلة رياضية حبية مش كاسات كشنت ما النتيجة ستكشنت سما الملعب يعني ستيران ما النتيجة ذا في التيران ناس نصبرات الملعب ما النتيجة نتيجة ما النتيجة ستكشنت صفر صفر التعادل أي مقابلة ستكشنت نصبرات الملعب يستعادل يصغى ذا إلا هو تسميت ما نكني يزنك شمس الدنيت سل خسارة يزاون شمس الدنيت عطلت يستعادل دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى إن رب سبحانه وتعالى ما سورة العصر والعصر زيد إن الإنسان لا في خسر كله ألف ولا جنس الإنسان كل شيء ليس الخلاف يعني إذ الإنسان غير مقصود به الكافر لنا العلم والراجح والله أعلم يعني الإنسان كله لا في خسر كله يعني اختمع عندها مثل العبارة للقرآن ولن ربي تبارك وتعالى ان الانسان لا خاسره لا في خسر سمع هي لا في خسر الا غوز الخسران يحيط به تحيط به الخساره من جميع الجوانب ومن جميع المناحي ماشي سكاي قال خاسر غير ربي تبارك وتعالى العصر ان الانسان لا خاسر هذه العباره صح واني ربي تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لا في خسر اهوز الخسران غنين لا يعني الدنيا نكي غلا يستمر ذا يس الحلال التعادل التفوق الدنيا غير التعادل وقدوتك في ذلك عمر هو خطب افلسطرون اهل العلم سنا وددت لا لي ولا علي عمر وما ادراك ما عمر اسم السماء قال عمر مخطب منذ تسع الفاروق لا تندد ارستين الصحابه يذكرونا يعني كي فلسطرون اهل العلم ارسختان الصحابه الاعمال اللي يسكر ما تين غنابو لؤلؤ مجوس عليه من الله ما يستحق مصر الله بك الامصر وفتح الله تبارك وتعالى بك الفتوحات ارسختان ان الناس هاتي ربي يعني ربي تبارك وتعالى هي السبب الفتوحات تشارك تاع مسلم الغزوات هي يعني بدي غتي لتينا العلم بدي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت انا وابو بكر وعمر ذهبت انا وابو بكر وعمر كل شيء تبدأ الدرس في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أين وددت لا لي ولا علي عمر بن الخطاب ما هي وددت لا لي ولا علي أريد الله ولا الوزر إلى فوق التعادل أن السماء تروى الحلال إسجيز إن نتا عمر بن الخطاب اللي في لسترون أهل العلم إنك غيب الرحو بالراحة سكر ومن قيامة كلكم في الجنة إلا واحد لا ظننت أني ذاك الواحد عمر عمر بن الخطاب ملكة نتا عمر الحسين عمر محمد كيين رضي الله عمر الخطاب ولا عمر يدار عمر ابو عمر مرت نيت انك يغيب الرحوم الرعسك يوم القيامة كلكم في الجنة الا واحد ما ظننت اني ذاك الوعد اتمنى سوى سنيت اجازة تعبر الاخبار ولا تتسنت جمعته وقلمون نيت نسنا سوى النوي سيدنا عمر فلسطرون اهل العلم سلسلة سيسر رأيم طالغة ما سوى النس غيرود منس ازرزو اسمه يانا زرزو سنت الميساب ليدي تكوامان زود غينا الدرسينا بغود من سمطة من خشية الله إلا ما الجوري يلا أبي عاصي مرسكرا يا رغماني يا غنصر بعدين خرز فاه وانت فاتي مطنزل وقايا ليس ليك كنزل يصحى عمر وما أدراك ما عمر زيت تمرع اللي اختنوهم هات السماء تروى الحلال يسنك هي مسجون غماس الدنيا مسجونة يسمك أنا مسجون اللي يتغى ماس الدنيا هي مسجون وتسنس تفكو وتسنس تفكو الدنيا دور تبني في الهنا هات السنة الحقيقة توكتن دنو تسن هات السنة تسرد
سيمس على وين نور تينا مزلي طار لي سخسك جستيلي هات سنتي ساتني غير ديت ماي يساتني غير ديت داري يساتني غير الزوجان يساتني غير يسا ولو السملا اللي دار كيمون يسرسو لي شديد كلو هارك زهور تينا تقوريد المهم راه يفكو راه يفكو خاصة المسألة دستني غير ماسي ويان لا تسنت المصير إما إلى جنة الله تبارك وتعالى ذلك وإما إلى النار والعياذ بالله أتسنديس غيكا ديكا المصيرات غيكا ديكا الدنيا تات أتسنديس غيزون هي آية الأصل إذ الأصل ما تيان إجند أحيو في قرب تبارك وتعالى توريت غلي ديال ديت كيد أما غيها نيس اللي يسزيد غي ديكا على القندر واني كلار ده لين تيني أنتيني غي ديكا على الزجر غي ديكا على غراس غي ديكا على القندر واني نفسي بيت نظري بي يعني الصدق قولي